أهلا وسهلا بكم لنتابع دراسة تمثيل الأعداد كجزء من أساسيات البرمجة والإعلاميات. انطلاقا من هذا الدرس سنبدأ بدراسة تمثيل الأعداد السالبة في النظام الثنائي الثماني والست عشري. سنركز على النظام الثنائي لأنه هو الأساس. إذا سأكتب كعنوان للدرس كي يبقى لنا مرجع دائم لدينا تمثيل الأعداد السالبة. إذا تمثيل الأعداد السالبة. أوبس. لا أكتب دائما عناوين الدرس لأني أحتفظ بها في البرنامج الذي أستخدم، وهكذا يمكن الرجوع لأي درس وطرح أسئلة بخصوصه، لأني أطرح أسئلة في المواضيع الكتابية التي ترافق كل فيديو على المجمع. تكون هناك أسئلة كتابية مصحوبة بأجوبتها. روابط الدروس تجدونها دائما أسفل الفيديو على اليوتيوب، فيمكنكم الدخول لتلك الدروس، محاولة حل تلك التمارين ومقارنة الأجوبة التي تصلون لها بالأجوبة التي أضع، هكذا كتمرين فقط. إذا هذه كانت إشارة فقط. الآن نعود للدرس تمثيل الأعداد السالب. هذا الدرس سيكون هو أول درس من هذه السلسلة، سلسلة تمثيل الأعداد السالبة، وسنحاول فيه التعرف على المعارف الأساسية التي نحتاج كي نتمكن من تمثيل الأعداد السالبة. ننطلق مما رأينا في الدروس السابقة. نحن تعاملنا مع الأعداد في الدروس السابقة على الشكل التالي. كان يعطى لنا عدد مثلا في النظام العشري، نأخذ مثلا العدد 5 في النظام العدد 5 في النظام العشري، ويطلب منا أن نحوله إلى النظام الثنائي أو الثماني أو الست عشري. نحن سنركز الآن على النظام الثنائي. كنا نقوم بعملية القسمة بطريقة متوالية على أساس النظام الثنائي 2، فنحصل في النهاية على 1 0 1، إذن 1 0 1 في النظام الثنائي. هذه الطريقة رأيناها في الدروس السابقة. وفي الاتجاه المعاكس كان يعطى لنا عدد في النظام الثنائي أو الثماني أو الست عشري، ويطلب منا أن نحوله إلى النظام العشري، فنتبع الطريقة التي رأينا في الدروس السابقة. مثلا فحين يعطى لي 1 0 1 في النظام الثنائي، كنت أقوم بعملية تحويل فأحصل على 5 في النظام العشري. هنا كنا نقبل أو ننطلق من أن العدد أو الأعداد التي نتعامل معها دائما موجبة. إذن حين أتعامل مع 1 0 1 في النظام الثنائي، كنت أتعامل معه على أساس أنه دائما عدد موجب. هذا النوع من الأعداد التي تكون دائما موجبة أو أتعامل معها على أنها دائما موجبة نسميها في مجال الإعلاميات بالأعداد بدون إشارة. إذن سأكتب كعنوان أو كنوع لهذه الأعداد، نسميها بأعداد بدون إشارة. بالإنجليزية نسميها ب unsigned numbers. unsigned numbers بالفرنسية، لمن يدرس الإعلاميات بالفرنسية، نسميها ب les nombres non signés. les nombres non signés. إذن الأعداد بدون إشارة نتعامل معها على أنها أعداد موجبة دائما. الآن حين نتعامل مع الأعداد السالبة، فنحن نبدأ بالتعامل مع نوع آخر من الأعداد نسميه بالأعداد بإشارة. إذن هذا النوع الذي سنبدأ بالتعامل معه الآن نسميه بأعداد بإشارة. والأعداد بإشارة بالإنجليزية نسميها بsigned numbers، بالفرنسية les nombres signés، يمكن أن تكون موجبة ويمكن أن تكون سالبة. إذن مثلا هنا فالعدد 5 يدخل ضمن هذا النوع من الأعداد، العدد 5 في النظام العشري، أعرف أنه موجب، يمكن أن أحوله إلى النظام الثنائي بسهولة. العدد ناقص 5 أيضا يدخل ضمن هذه الأعداد لأنه عدد بإشارة، يمكن أن يكون موجب أو سالب، لا أعرف كيف أمثله لحد الآن في النظام الثنائي. هدفنا من هذه الدروس هو أن نعرف كيف نمثل العدد ناقص 5. والعدد 1 0 1 في النظام الثنائي أيضا لا أعرف قيمته في النظام العشري، ولا أعرف أصلا هل هو موجب أو سالب، لأن المعطيات التي لدي لحد الآن لا تمكنني من معرفة هل هذا العدد موجب
أو سالب ومعرفة أيضا قيمته، لأننا حين نتعامل مع الأعداد بإشارة نحتاج لمعطيات أكثر مما كنا نحتاج للتعامل مع الأعداد بدون إشارة. حين كان يعطى لنا العدد 5 كعدد بدون إشارة نقوم بتحويله بسرعة عن طريق عملية رياضية، لكن حين يعطى لنا العدد ناقص 5 أو العدد 101 ويقال لي هذا العدد بإشارة فأحتاج لمعطيات أكثر كي أتعامل معه. المعطى الأول كما قلنا هو النوع، إذن سأكتب هنا كي نفرق بين عناصر الدرس. هنا كان لدينا النوع، تعاملنا مع النوع. المعطى الثاني هو الحجم، إذن النوع والحجم. حين يعطى لي عدد سواء كان في النظام العشري الثماني الست عشري أو الثنائي فأحتاج لمعرفة الحجم الذي يمثل به ذاك العدد كي أتمكن من معرفة قيمته، وأصلا هو موجب أو سالب إذا كان يدخل ضمن إطار الأعداد بإشارة. سنأخذ مثال ولنقول أنه أعطي لنا العدد 5، العدد 5 وطلب منا أن نمثله بثمانية بت، بت 8 بت أو 1 بايت. فهذه أشياء رأيناها في الدروس السابقة، أنصح من لم يرى تلك الدروس بالرجوع إليه. إذن كما قلت هنا لنقول أنه أعطي لنا معطى أن إن عدد البيتات التي ممثل بها العدد هو 8 بت، أي أنه يمكنني أن أتخيل تمثيل العدد على شكل جدول من 8 خانات من 8 بت. العدد الذي لدي الآن هو العدد 5، العدد 5 عدد موجب يمكن أن أمثله بالطريقة التي رأيناها في الدروس السابقة لا تختلف. هل كان بالنسبة للأعداد الموجبة فالطريقة لا تختلف، هل هو بإشارة أو بدون إشارة الطريقة لا تختلف إن كان عدد موجب. فأمثله على شكل 1 0 1 وأكمل بالأصفار. لما الحجم مهم؟ لأنه انطلاقا من الحجم الذي يمثل به العدد أستطيع أن أحدد بت له أهمية كبرى يسمى بالبت الأكثر أهمية، وهذا البت الأكثر أهمية هو آخر بت، هو هذا البت هنا. سنقوم بعزله ينطلق لون، إذن هذا البت، هذا البت هنا، أو لنأخذ لون آخر، هذا البت له أهمية كبرى بالنسبة للأعداد بإشارة يسمى بالبت الأكثر أهمية، بالإنجليزية most significant bit وباختصار نرمز له ب MSB most. نكتب هنا نكتب بطريقة أفضل أحسن. Then most significant bit، البت الأكثر أهمية أو الوحدة الأكثر أهمية. كما قلت هذا البت له أهمية كبرى حين نتعامل مع الأعداد بإشارة لأنه هو العدد أو هو البت الذي يمكننا من معرفة إشارات العدد. حين يكون هذا البت يساوي 0 فالعدد موجب، وحين يكون العدد أو البت يساوي 1 فالعدد سالب. في هذه الحالة لدي هذا العدد هنا موجب 1 0 1 موجب لأن MSB يساوي 0، أعرف أن هذا عدد موجب وقيمته أقوم بحسابها كما رأينا في الدروس السابقة بالنسبة للعدد الموجب. لكن في حال كان هذا البت يساوي 1 مثلا، أعطي لي العدد، سأخذ لون معين، نقول أعطي لي أعطي لي مثلا العدد التالي، أعطي لي العدد 1 0 1 1 0 1 0 1. في حال أعطي لي هذا العدد وإن تساوي 8 فألاحظ أن الـ MSB يساوي 1 أعرف أن العدد سالب. يبقى لي المرحلة الثانية هي أن أحدد قيمة هذا العدد،
أعرف أنه سالب، لكن ما هي قيمته؟ هل هو ناقص 10، ناقص 15؟ لا أعرف. لأعرف ذلك يجب أن تعطى لي أو يعطى لي معطى ثالث، وهو الطريقة الممثل بها ذاك العدد. إذن لدينا ثالثا، هنا سأكتبها فقط كهامش، ثالثا طريقة التمثيل، لأنه حين نتعامل مع الأعداد بإشارة، حين يكون العدد سالب أو العدد عموما بإشارة، فهناك عدة طرق لتمثيله. إذن يجب أن تعطى لي تلك الطريقة. الطرق هي التي سنتعامل معها في الدروس المقبلة، سنتعامل مع كل طريقة بتفصيل بدرس منفصل مع أمثلة لنتمكن من فهمها. الآن في هذا الدرس كانت الأشياء المهمة هو أن نعرف المعطيات التي تعطى لنا كي نتعامل مع الأعداد السالبة أو الأعداد بإشارة. يجب أن يعطى لي النوع، يقال لي هل العدد الذي أتعامل معه بإشارة أو بدون إشارة، ويجب أن يعطى لي الحجم كي أتمكن من تحديد الـ MSB الوحدة الأكثر أهمية، وبالتالي أتمكن من تحديد هل العدد سالب أو موجب، وأخيرا يجب أن يعطى لي الطريقة التي يجب أن أمثل بها العدد أو الطريقة التي مثل بها العدد في حال كان في النظام الثنائي وأريد تحويله إلى النظام العشري. إذن ثلاث أشياء أساسية يجب معرفتها كي نتمكن من التعامل مع الأعداد بإشارة. الدرس المقبل الذي سيكون مباشرة بعد هذا الدرس سنتعامل مع الطريقة الأولى لتمثيل الأعداد السالبة، ونرى بالتطبيق كيفية استغلال هذه الأشياء التي رأيناها الآن. لا بأس إن كان لك بعض التشويش لحد الآن في هذا الدرس بخصوص هذه المعطيات التي تعاملنا معها الآن، ليس ذاك بالشيء السيء. انطلاقا من الدروس التطبيقية الدرس المقبل ستتضح الأمور أكثر إن شاء الله. إذن كما قلت دائما الأسئلة والحلول الخاصة بها ستجدونها في الدروس الكتابية على المجمع. نلتقي إذن في الدرس المقبل، إلى اللقاء.